لعل ما ترونه جزء من امتيازات ذلك الحي الذي يقدر بأكثر من 1000 ريال للمتر المربع. ففي غرب مدينة الرياض بحي طويق وبالتحديد مخطط الموسى الذي بات غارقا بمياه الصرف الصحي منذ أكثر من 8 أعوام، إضافة إلى سوء الطرق فيه بسبب تسرب مجاري المياه. والله المشكلة هذه لها فترة، يعني نعاني منها أوش المشاكل. الموية لما تطلع الله يكرمك الصرف الصحي من البيت تطلع على الشوارع. الشوارع الآن صار زفلتها الحين كلها حفر. أول شيء طال عمرك الخزانات صارت تختلط اللي هو الصرف الصحي مع الموية. هذه مشكلة بحد ذاتها. من كثرة المياه وانهيار الشوارع وانهيار بعض الأسولة والأحواش واختلاط الخزانات بمياه البيارات الله يكرمكم. يوجد الكلاب الضالة والنامس والباعوض والفيران، ولم نتجاوب البلدية أو شركة المياه الوطنية. كرة المسؤولية ترمى بين عدة جهات بعد مطالبات أهل الحي بأساسيات ما يفتقدونه، فاللاعب المهم فيها الشركة المنفذة التي تعمل على حلول مؤقتة تزول مع ارتفاع منسوب المياه فيه. دائما نواجه في الشوارع أشياء زي كذا، يا حفريات يا ارتفاع منسوب المياه. يفترض الأمانة مسوية تطبيقات أو مواقع، أنا أجي كمواطن أجي أشوف الموقع هذا منسوب المياه مرتفع أو في مشاكل، أجي أحدد في الموقع إن هذه مشكلة. يتحمل الشركة المنفذة تتحمل وتأخذ أموال من الدولة، لا تتحمل ملزومة ب5 سنوات أو عقد 10 سنوات إنها تتحمل مسؤولية كاملة. يا تنفذ صح يكون مشروع يعني تنفيذها قوي، أو أنها تتحمل المسؤولية في حالة انهيار الأرضية أو في حالة تسرب المياه. المطالبات طال عمرك يشوفون الوضع لنا، الحل هو إيش؟ خفض منسوب المياه، كذلك طال عمرك توصيل الصرف الصحي. يعني الصرف الصحي هذه مفروض تكونها موجودة. يعني نرفع شكوانا إلى أولياء الأمور يشوفون لنا حل في مبانينا اللي راحت انهارت كلها. حنا ما نشرب الا مياه ملوثه، وشوارعنا ما عاد نقدر نمشي معها ولا عاد نقدر نتحرك، حتى المساجد ما نقدر نصلي فيها من كثره القذرات اللي في الشارع. اكثر من 560 عقارا يعانون من هذه المشكله التي جرت خلفها العديد من المشاكل تتلخص في انخفاض بعض المنازل، اضافه الى الانهيارات في الشوارع العامه واختلاط مياه الصرف الصحي مع المياه الخزانات الارضيه والمستنقعات التي باتت رمزاً لحي الموسى. مشعل فعي، الإخبارية، الرياض.